موضوع التربيه وفق نظره اختزاليه، نظره فيها نوع من الفصل بين مختلف التخصصات وما يسمى بالتداخل المعرفي والمنهجي، لان الامر يستدعي طبعا النظر الى موضوع التربيه في كليته او في شموليته. دون الرجوع طبعا الى سياق الاهتمام بموضوع التربيه وايضا حضور الانشغال العلمي بهذا الموضوع سواء منذ القرن السابع عشر مع كومينيوس وفيما بعد مع ألفريد بيلي واخرون، يمكن القول ان السياق الذي عرفت فيه التربيه او على الاقل علوم التربيه نوع من الشرعيه او يعني تقوت شرعيتها تعود بالاساس الى سياق مؤسستها في الجامعات الغربيه، واعتقد ان الدكتور سي عبد الله الخير قد تطرق لذلك في هذه الصفيحه. فهذا السياق جعل موضوع التربيه موضوعا تتقاطبه وتتجاذبه العديد من التخصصات، سواء بالنسبه للسيكوبيداغوجيا او ما يسمى بعلم النفس التربوي، او تعلق الامر بالسيسيولوجيا، او تعلق الامر بالفلسفه، او تعلق الامر بتخصصات اخرى كالانثروبولوجيا والتاريخ الى غير ذلك. نجد ان هذه التخصصات اشتغلت على موضوع التربيه وفق نوع من النزوع العلمي للتخصص، اي الارتكال الى الاطر النظريه والمنهجيه لكل تخصص. وبالتالي فبالرغم من المنحى التعددي الذي سلكته علوم التربيه منذ مؤسستها في الجامعات العربيه، اعتقد ان هذا التعدد بقدر ما انه اعطى امكانيه استفاده علوم التربيه او حقل التربيه ان شئتم من هذه التخصصات وايضا ما تتيحه من امكانيه الفهم والادراك، بقدر ما انه طرح مشكل التجزير بين هذه التخصصات، حيث انه بقيت معظم الدراسات حتى لا اقول كلها وخاصة في السياق المغربي بقيت حبيسة هذه النظرة الاختزالية. أعتقد أن الباحث في التربية يعترف ويعي بمدى تركيبيته وبمدى أيضا التعقيد الذي يكتنف هذا الموضوع، ولكن على مستوى البحث ربما لا يتجسد ذلك، بحيث أن من بين الإشكالات وهو هذا النزوع وأيضا هذه الوصاية التي غالبا ما يقوم بها كل تخصص، حيث ان كل تخصص يرى في نفسه احقيه دراسه التربيه. فمنذ دوركايمبا كاسمستر الذي اعتبر على ان التربيه موضوع للسوسيولوجيا او ايضا مع المدرسه البلجيكيه او حتى ايضا مع المدرسه الفرنسيه بالنسبه لاعتبارها موضوع للسيكوبيداغوجيا، اذا بدا على ان هذا المنحى التعددي لم ياخذ وضعه الصحيح ووضعه الذي يعود بالاساس الى طبيعه الظاهره التربويه في تركيبيتها. وبالتالي فاعتقد ان الحاجه ماسه الى نوع من التجسير، الى نوع من التواصل، الى نوع من التحاكم بين هذه العلوم. وفق نظره جديده تنحو الى نوع من التشبيك بين هذه الحقول المعرفيه من اجل بناء او على الاقل خلق بنيات معرفيه ومنهجيه جديده، لانه النظر الى الكل او النظر الى موضوع التربيه في كليته يختلف عن الدراسه الجزئيه والتفصيليه او الدراسه الجزئيه لهذا الموضوع كل من زاويه نظره. وبالتالي اعتقد ان هذا الامر يعود في جانب منه الى نوع من يعني نوع من العمل الفردي الذي ينحو نحوه مختلف الباحثين، بحيث ان هناك غياب ما يسمى بالمجموعات او على الاقل العمل في فروق بحثيه الذي يمكن طبعا ان يبدد الصعوبات في النظر الى مجموعه من الظواهر. طبعا هل ربما يطرح السؤال هل بالامكان الالمام بالظاهره التربويه بتعقيداتها وتركيبياتها إذا ما نظرنا إليها من هذه الزاوية التداخلية حتى لا أقول تعددية، لأن مسألة تعددية فهي حاضرة، لكن هذه التعددية إن زودت فقط في
في زاوية كل تخصص كيف ينظروا إلى التربية ومن خلال أطوره النظرية والمنهجية. هل هناك ضمانات لفهم الفعل التربوي انطلاقا من هذه الزاوية التكوينية؟ هنا استحضر طبعا مسألة الضمانات. لا يمكن عندما يتعلق الأمر بالظاهرة الإنسانية بشكل عام، وربما الأمر يكون أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالتربية كموضوع. لماذا؟ لأن التربية لا يمكن حصر وضبط وتقليل هذه أو هذا الموضوع أو طريقة أو كيفية التعامل مع الطفل. معنى ذلك على أن موضوع التربية ينفتح على جانب من الممارسة، وبالتالي فهو فوضعيات تربوية هي وضعيات فجائية، بمعنى أنه مهما بلغ الباحث أو بلغ الممارس من العدد المعرفية والمنهجية سواء في مختلف التخصصات فيبقى دائما أمام الممارسة التي دائما تنم على نوع من الفجائية، أن هذه الممارسة مفتوحة على فجائيات. هنا فيليب ميريو يتحدث طبعا عن ما يسمى باصطلاح بالتزامن، أي الفعل أثناء الفعل، الفعل أثناء الفعل، ويعتقد على أن التعاطي مع الوضعيات التربوية يجب طبعا أن الممارس أن يدير طريقه بمختلف العدد النظري والمنهجية في الديداكتيك، في التاريخ، في الفلسفة، في علم النفس، في علوم التربية، لأن كل هذه العدد يمكن طبعا أن تزكي إمكانية الفهم والإدراك، ولكن لا تعطي ضمانات كلية وضمانات مطلقة. ما يعني على أن هذه الفجائية التي تحدث عنها فيليب ميريو باصطلاح بالتزامن، أي الفعل أثناء الفعل، الفعل أثناء الفعل، ويدعو البيداغوجي إلى عيش التجربة الإنسانية، على اعتبار أنه يعتبر أن التربية هي فن إنساني مطوع، فن إنساني مطوع. أعود إلى مسألة الضمانات. هل يمكن طبعا لهذه التخصصات في إطار تداخلها، في إطار عدم التحقل، أن تقدم ضمانات للفهم والإدراك الكلي؟ طبعا قلت على أنه لا يمكن، لأن هناك الفجائية وهناك الممارسة التي تفتح طبعا الممارس على مجموعة من الوضعيات المستجدة والجديدة، خاصة وأن الممارسة هي نوع، هناك نوع من الدينامية، وهذا الموضوع يعرف نوع من الدينامية والحركية. ففي هذا الإطار استحضر ميشيل دوغولاي يقترح لمعالجة هذا الإشكال الإبستيمولوجي في علوم التربية ثلاث مقاربات. هناك مقاربة يسميها بمقاربة تعدد تخصصية، وهي التي تحدثنا عنها. معنى ذلك أن هناك تقاطب لمجموعة من التخصصات في دراسة الفعل التربوي أو الوضعية التربوية، ولكن هذه المقاربة التعددية لا تسمح بالنفاذ إلى تخصصات أخرى. ما يعني على أن هذه التخصصات تبقى معزولة وتبقى مرتبطة أو حابسة بأطورها النظرية والمنهجية. ثم هناك مقاربة داخل تخصصية، ثم هناك مقاربة أخيرة وهي مقاربة فوق تخصصية، ويعتبر على أن هذه المقاربة الأخيرة أي المقاربة فوق تخصصية يمكن طبعا أن تتيح إمكانية الفهم والإدراك، ولكن أيضا يمكن أن تتيح إمكانية بناء أو خلق بنيات معرفية ومنهجية جديدة، أي تشكيل ما يسمى أيضا بتخصيم نوع من النماذج الفكرية والمنهجية للتعامل مع الظاهرة التربوية. لذلك يعتبر على أن الذي يجمع أو أن الديداكتيكي والمؤرخ وأيضا السوسيولوجي وعالم النفس الكل عليه أن يعي عدم تمكنه المطلق من الفعل التربوي، وبالتالي فقاعدة تلاقي هؤلاء هو عدم يقينيات التربية. جاي أفانزيني يتحدث عن ما يسميه بعدم يقينيات أو يسميه بعدم يقينيات التربية. معنى ذلك على أن هذا الموضوع مفتوح أو هو موضوع يعرفه، أو أن المذاهب التربوية تجد نفسها أمام نوع من الهشاشة لا
التي يتميز بها هذا الموضوع. أعتقد أن هذا الأمر ربما يدخل بالأساس في باراديغم جديد يتحدث عنه العديد من المفكرين، خاصة إدغار موران فيما يسمى طبعاً بالتعقيد أو التربية المركبة، والتي تتطلب نوع من التعامل فيما يسمى موران بالميتا زوايا نظر، ننظر إلى الفئة التربوية أو الوضعية التربوية نظرة كلية، نظرة فيها نوع من التناهج، نوع من التناغم، نوع من التجانس بين الحقول المعرفية، وأيضا نفتح إمكانية خلق جسور من أجل بناء عدد معرفية ومنهجية جديدة. فهذا شكرا سيدة بارسا، أنا حاولت أنني ما مشيش وفق التصميم الذي وضعته، لأن أعرف بأن هناك إكراه الزمن، لكن رغم ذلك يبقى مشكل في واحد. إذن سأحاول أكثر. إذا قلت أنه في السياق المغربي، وقت حدث السي عبد الله الخياري صباحا عن السياق المغربي، فمسألة أو منحة البحث في علوم التربية يرسكن دائما إلى هذا الفهم وهذا المنظور الذي سلكته علوم التربية في السياق الغربي. طبعا لا أقول فقط المشكل بالنسبة لعلوم التربية، ولكن أعتقد بالنسبة لمختلف العلوم خاصة حتى أيضا بالنسبة للسوسيولوجيا والسيكولوجيا، بحيث ان معظم الباحثين، واعتقد انه ليس في المغرب ايضا حتى في السياق العربي، غالبا ما يرتكن فهمنا الى العلم بالفهم الضيق او الفهم الذي ارتبط به العلم خاصه العلوم الانسانيه في السياق الاوروبي في القرن 19 والقرن 20، وخاصه الارتهان الى ما يسمى بالفلسفه الوضعيه والجدل الذي وقع بين طبعا الجدل بين منهج او منهج التفسير ومنهج الفهم في العلوم الانسانيه. وبالتالي فهذا الفهم الضيق ربما زج بالابحاث التربويه ايضا في السياق المغربي في طريق او في خانه ضيقه، اي النظر الى موضوع التربيه من زاويه تخصصيه، من زاويه ضيقه دون السماح، وكان هذه التخصصات هي مناطق نفوذ ومناطق صراع. أحياناً وفي حديث مع بعض الأساتذة تجدهم يدافعون عن التخصص أكثر ما ينتصرون إلى المعرفة. أعتقد أننا في حاجة ماسة إلى البحث في موضوع التربية من منطلق القيمة والانتصار للقيمة العلمية وليس إلى التخصص. والانتصار إلى القيمة العلمية فيتطلب ويقتضي أساساً أن ننحو في إطار نوع من التكامل ونوع من التداخل بين العلوم، أي أن كل علم يمكنه طبعا أن يساعد في الفهم والإدراك. شكرا طبعا. شكرا تجاوزت الوقت. نعم، إذا شكرا للأستاذة الكريمة. للأسف هناك طبعا محاور أخرى كنت أو ضمن التطرق إليها والنظر إلى أهميتها، لكن على كل حال الشكر الجزيل للأستاذة الكريمة. شكرا القيم الذي هو في الحقيقة عبارة عن طرح سؤال الحيرة أمام عدم يقينية البحث في التربية، وهذا ما نشأه البحث في ظاهرة من أعقد الظواهر التي هي الظاهرة الإنسانية التي تقتضي هذا التحاكم وهذا التداخل في وجهات نظر وفي التخصصات. نمر إلى عرض أستاذ محمد الزمراني، وهو معنون بالبحث في علوم التربية دراسة تحليلية بيوغرافية لتجربة فريق البحث في المعرفة والقيم بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان. فليتفضل مشكورا بعد أن يحل بعض المشاكل التقنية البسيطة، وشكرا لصبركم. طبعا مدة العرض 15 دقيقة كما يعلم المحاضر. شكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي بداية معبرة عن سعادتي بحضوري معكم في هذا الحدث الجد هام في مسار
البحث التربوي والتربية بصفة عامة ببلادنا. مداخلتي هذه كما هو مبين أمامكم هو عبارة عن عرض تجربة، أو إن جاز القول هي تقاسم لهموم تخص البحث التربوي ببلادنا، وهو بتجربة فريق البحث في القيم والمعرفة في المدرسة العليا للأساتذة بتبوان. هذا البحث هو ربما امتداد، أو هذا العرض هو امتداد لما جاء صباحا مع الدكتور عبد الله الخياري، وأيضا امتداد للهموم التي شاركنا إياها الأستاذ عبد المجيد الشفيق مشكورا عن مسألة تلك الفجوات التي سرقوها مسألة البحث التخصصي وإهمال تلك التقاطعات مع العلوم الأخرى. السياق الذي جاء في هذا البحث هو كالتالي: بطبيعة الحال هناك اهتمام جد كبير في الآونة الأخيرة لإعلاء قيمة البحث العلمي بصفة عامة، أيضا صدور مجموعة من الوثائق على رأسها القانون الإطار 1751 الذي يدعو بشكل كبير إلى العناية بالبحث التربوي وجعله قاطرة للتغيير وللتنمية ببلادنا. مسألة البحث التربوي في بلادنا كما يعرف الجميع يعاني من عدة إشكالات وعدة تحديات، خصوصا وأن تجربة البحث التربوي في بلادنا ليست بالطاولة مقارنة بدول الضفة الشمالية، فلذلك عانى هذا البحث من عدة إكراهات وعدة تحديات، لعل أبرزها هو ذلك الجزر المتناثرة التي يقبع فيها كل فريق بحث أو مجموعة بحث أو مؤسسة جامعية تعنى بالبحث التربوي، فكلية العلوم التربية في الرباط والمدارس العليا للأساتذة منذ التحاقها بالجامعة في مدن مختلفة، والمراكز الجهوية باعتبارها تؤطر البحث التدخلي، ومراكز المفتشين والمخططين كل التخطيط والتوجيه التربوي أيضا هي مؤسسة أخرى تعنى بالبحث التربوي. هذه هي المؤسسات الملاحظ أنه ليس بينها أي خيط ناضل ولا أي شبكة تجمع هؤلاء الخبراء وهؤلاء الباحثين لتنسيق الجهود. هذا التحدي الكبير يجعل من البحث التربوي في المغرب كما قلت في نوع من التقاطعات، فمجهودات ربما تقطع فروق بحثية مثلا هنا في كلية علوم التربية تستغرق منها مثلا 10 سنوات لا يسمع لها خبرا هنا في تبوان أو هنا في مراكش أو شيء من هذا القبيل. فهنا أتحدث عن تجسير بين فروق البحث أيضا، مسألة مهمة. المسألة الثانية والتي سوف أركز عليها هو التجربة المتواضعة لهذا الفريق البحثي الذي بدأت قصته منذ تقريبا 2000 حينما كان مجرد جمعية في المدرسة العليا للتربية تكون بمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، إلى أن صار فريقا معتمدا بعد الالتحاق بالجامعة سنة 2009. هذا الفريق طبيعة الحال سنسأله في هذه الورقة على مستوى ماذا أنجز من خلال الرسائل، سواء رسائل الماستر أو رسائل الدكتوراه التي أشرف فريقه عليها. فلذلك هذه الدراسة هي دراسة بيبليوغرافية للرسائل المنجزة خلال هذه العشرية الأخيرة من عمر هذا الفريق منذ سنة 2013 إلى سنة 2023. فريق فكرة مقتضبة عن هذا الفريق هو فريق كما هو مبين من العنوان يدمج بين عنصرين أساسيين، وهو عنصر القيم من جهة ومعناها المقصود بها هنا في معناها الكوني بصفة عامة، وما تلك القيم التي توافقت عليها البشرية واستنارت بها عقول إنسانية، وأيضا المعرفة في معناها العام بما هي معرفة إنسانية في الحقول الاجتماعية والنفسية والتربوية. على مستوى أهداف العمل هذا المشروع لهذا الفريق فهي تتمحور حول ما يلي: يسعى الفريق إلى بناء رؤية ناضمة لنظرية التكامل المعرفي والقيم في مختلف التخصصات، يسعى إلى تنزيل عملي في المناهج، إلى تنزيل عملي لهذه الرؤية على مستوى المناهج التعليمية وأيضا محاولة تقويمها، يسعى أيضا إلى صياغة اقتراحات عملية لتطويرها في ضوء الرؤية التكاملية، بناء رؤية متكاملة لتكوين الأدوار التربوية والإدارية والباحثين والخبراء. هذه الأهداف تتمحور عن مستوى البحث
التربوي في محورين أساسيين، بعد تربوي أو بعد نظري وبعد عملي تطبيقي. على مستوى البعد النظري، هناك يسعى الفريق إلى بلورة فلسفة العلوم في سياق التكامل بين المعرفة والقيم، إلى العلاقة القيم، إلى بحث علاقة القيم بمختلف التخصصات الإنسانية والاجتماعية واللغوية والعلمية، دراسة المؤثرات العامة في منظومة القيم من بينها الإعلام والعولمة وغيرها، القيم وعلاقتها بالحكامة والجودة وأخلاقية المهن، تكامل المعرفة بين العلوم الإسلامية والإنسانية والاجتماعية، أيضا منظومة القيم الكونية في القرآن الكريم. مش جانب مهم جدا يبحث فيه هذا الفريق، وهو مسألة العودة إلى المرجعية الإسلامية ومحاولة بحثها بأدوات جديدة، محاولة استخراج منها منظومة القيم على مستوى على سبيل المثال من خلال القرآن الكريم، وأيضا محاولة توظيف هذه المنظومة وتحويلها وأجراءتها على شكل مناهج تعليمية، على شكل وسائل تعليمية من أجل تطوير الخطاب الإسلامي. المحور التطبيقي، هناك أيضا اهتمام بإدماج القيم في منظومة التربية وتكوين والبحث العلمي، إعداد وتكوين مربي محو الأمية في ضوء مستجدات العصر، مراكز تعليم بحث مراكز تعليم المغرب وأثرها على تطوير التعليم الديني مثلا في العالم الإسلامي بإفريقيا وغيرها من الدول، القيم وإدماج التكنولوجيا الإعلام والاتصال في التربية والتعليم، وأيضا تطوير المناهج التعليمية. خصائص هذا الفريق طبيعة الحال يتوفر على عدة باحثين، سواء على مستوى الباحثين الدائمين والباحثين غير الدائمين والباحثين المعتمدين. على مستوى التخصصات نجد هناك تنوع في التخصصات الباحثين من تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهندسة التربية والتكوين، وأيضا التربية أو علوم التربية، أيضا تخصص دراسة الإسلامية الجغرافية القانون الخاص ومجموعة من التخصصات الأخرى التي تشكل هذا التنوع على مستوى الفريق. أسهمت الفريق طبيعة الحال له أسهمت عدة، من بينها تطوير إجازة التربوية، الماستر المتخصص في التربية، وأيضا الدكتوراه، وأيضا تكوين المكوني. منهج هذه الدراسة طبيعة الحال سيعتمد منهج وصفي للبعد الإحصائي باعتماد شبكة ملاحظة ومسح شامل للرسائل التي تم مناقشتها خلال العشرية الأخيرة. حدود هذه الدراسة طبيعة الحال ستتمحور حول العشرية الأخيرة كما قلت، حدود المكانية، أيضا الحدود الموضوعية، وهي رسائل المنجزة والمناقشة. على مستوى عرض النتائج، سوف نرتب هذا العرض على أربع مستويات. أولاً عرض الخصائص التأليفية والخصائص الموضوعية، وأيضاً الخصائص المنهجية، وأخيراً الخصائص الإشرافية. على مستوى الخصائص التأليفية، نلاحظ خلال هذا الميديان وجود تمثيلية للنوعين مع الأولين الجنسين بنسبة 75% الذكور و 25% من الإناث. على المستوى الخصائص الموضوعية، هناك محورين على مستوى الحقول المعرفية المبتلى داخل البحوث العلمية، يجب أن نقسم إلى ثلاث: تمثيلية لعلوم التربية 87% 87 بحث، وأيضا العلوم التربية في دمجها وفي علاقتها بالتربية أو الدراسة الإسلامية 85%، وأيضا الدراسات الإسلامية كتخصص هكذا سبعة بحوث التي نقشت في هذا المجال. المستوى التخصص الدقيق، نجد أيضا هناك طيف واسع من هذه التخصصات، بدءا من الوسائل التعليمية إلى المنهجية الإسلامية، البحث عن المنهجية الإسلامية من أجل بلورة نظرية تربوية تمتحن التراث التربوي الإسلامي، الحياة المدرسية، العلاقات التربوية، تنمية المهارات، التعليم الأولي، التربية الدامجة، تكنولوجيا الاتصال، سوسيولوجيا التربية، وغيرها من الحقول المعرفية الدقيقة. على مستوى الخصائص المنهجية لهذه الرسائل المناقشة، من حيث اعتماد البيانات أو جمع البيانات، نجد أن المنهج النوعي هو المهم في أغلب البحوث التي تم مناقشتها تقريبا 126 بحث، يليه المنهج المستوج الذي يجمع بين الكمي والنوعي بحوالي 41 رسالة، وأخيرا المنهج الكمي الذي يحضر بنسبة أقل ويمتد ب12 رسالة. الخصائص المنهجية أيضا باعتبار الهدف من البحث، هو هدف تأسيسي أم نظري أم تطبيقي إجرائي، فنجد أن غالبية البحوث هي بحوث تطبيقية بحوالي 94 بحث، وأيضا يليها البحث الإجرائي ثم البحث الأساسي المرتبة الثالثة.
على مستوى تخصص المشرفين على هذه الرسائل. طبعا الحال نجد أيضا هناك تنوع في التخصصات، وأيضا نجد الإشراف المزدوج الذي من شأنه أن يعطي قيمة مضافة للباحث وللرسالة، كالتلاقح بين التربية كما قلت الدراسة الإسلامية، التلاقح بين هندسة التربية والتكوين، التلاقح مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتلاقح مع متخصصين في اللغة والأدب. بخصوص الجدول الزمني أو الإنتاج الزمني والإنتاج السنوي للرسائل، في معدل 30 بحث كان هو المعدل التقريبي لهذه العشرية الأخيرة. خلاصة، يمكن أن نقول أن هذه الدراسة التي قلت في البداية ما هي إلا مجرد تقاسم لتجربة، يمكن أن نسجل من خلال نتائجها أن هناك عدد من البحوث المنجزة خلال السنة الأخيرة من عمر الفريق كانت بمعدل 30 بحث كل سنة، أن البحوث المنجزة تشمل طيف واسع من التخصصات التربوية، أن البحوث المنجزة تعكس ملامح التنوع والتكامل المعرفي على المستوى الموضوعي وأيضا على المستوى المنهجي وأيضا على مستوى الإشراف والتنوع فيه والتكامل. تميزت الأبحاث المنجزة ضمن تطوير فريق البحث في المعرفة والقيم بغالب الأبحاث التطبيقية على الأبحاث النظرية. خلاصة الكلام، يمكن أن نقول أن هذه البحوث ستبقى حبيسة الرفوف إذا لم يتم مشاركتها وإذا لم يتم تقاسمها، وهذا هو النقطة التي أود أن أختم بها، وهي مسألة تقاسم الأبحاث ولماذا التفكير في مسألة الشبكات الباحثين في العلوم التربوية بصفة عامة، ولماذا أيضا من خلال هذه الخبراء وهؤلاء المتخصصين إنتاج ما يسمى بالمستودعات الرقمية، خاصة أن البحوث للأسف تطبع، ولكن نحن الآن أصبحنا نستعمل الوسائل الرقمية أكثر بشكل كبير. لذلك نحن نلتقي بشكل كبير لمسألة تجميع هذه البحوث التربوية في مستودعات رقمية وتصنيفها إلى غير ذلك. أيضا نسجل في نهاية هذه الدراسة هو افتقار الأبحاث، أغلبية البحوث تفتقر إلى مسألة أو عدم الاهتمام بالبحوث البيبليوغرافية في الحقل التربوي، ذلك أن هذه البحوث والعناية بها ستشكل حلقة وصل بين الباحثين، ستشكل أيضا استمرارية للبحث حتى نقع في مسألة القطيعة بين البحوث التي تنجز. هناك جهود كما قلت في البداية تقدم في هذا المجال، ولكنها تنتهي حينما يناقش الباحث وينتهي ويحصل على الدرجة المراد من ذلك. أيضا أشير إلى التحدي الآخر، وهو مسألة الذكاء الاصطناعي الذي تحدث عنه أستاذ صباحا، ومسألة الذكاء التوليدي الذي بات بإمكانه أن يولد نصوصا بل وأبحاثا، شبيهة بالأبحاث التي يقدمها الإنسان. بالتالي أصبحنا الآن أمام استبحان مسألة الأخلاقيات ولجوء الباحث إلى الذكاء الاصطناعي والاستعانة به. وربما هنا نطرح السؤال، ما جدوى البحوث التربوية إن كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يغني الإنسان عن مسألة البحث؟ ما القيمة المضافة للبحث التربوي في ظل زمن الذكاء الاصطناعي؟ هل لازالت هناك قيمة مضافة؟ أم يمكن الاكتفاء بما يقدمه الذكاء التوليدي من نتائج؟ لذلك نحن فعلا في ظل وخضم هذه الثورة وهذا التحول، أن نطرح مسألة التجديد أو الاتجاهات التربوية الحديثة. مسألة الاتجاهات التربوية الحديثة ومسألة البحوث ذات الأولوية. كثير من الطلبة لا يجدون ربما البحث ويبقون في حيرة لأنهم لم يجدوا من يرشدهم إلى البحث المناسب. لذلك نحن في حاجة أيضا إلى مثل هذه البحوث التي تقترح بحوث ذات أولوية، بحوث تمتح من المشكلات الحقيقية. سنويا تناقش يعني المئات من أطروحة الدكتوراه في المجال التربوي، لكن بلادنا لا زالت في أزمة وتتخبط في أزمة تربوية. لماذا لم تسهم أو لماذا نطرح السؤال، لماذا لم تكن أو تكون هذه البحوث التربوية المنجزة أي قيمة مضافة في إصلاح الشأن التربوي؟ لماذا نلجأ دائما إلى المكاتب الدراسات الأجنبية من أجل إنجاز خطط إصلاحية في منظومات التنمية التربوية؟ أليست لدينا العقول الكافية من أجل التخطيط والتنفيذ
وأكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم جزيلا على حسن التتبع. شكرا للأستاذ على عرضه القيم وكذلك على احترامه الوقت. طبعا هذا العرض هو عبارة عن دراسة بيوغرافية للرسائل المجازة خلال فترة زمنية معينة في هذا الفريق، فريق البحث. وهذه الدراسة هدفها العام هو رؤية ناظمة للتكامل المعرفي والقيم، وتنزيل هذه الرؤية على مستوى المناهج التعليمية، وكذلك الهم الذي نشترك فيه جميعا وهو إدماج القيم في منظومة التربية والتعليم، وكذلك التأكيد على استثمار استعانة بتكنولوجيا المعلوميات والاتصال ومسألة التقاسم وما سماه الباحث بالمستودعات الرقمية. نمر إلى العرض الثالث وهو عرض الأستاذ عمر بن سكا بعنوان أبعاد في تجديد النموذج البيداغوجي لمناهج التربية والتعليم المغرب، التربية الفكرية واستراتيجية تدريسها نموذجا. ليتفضل مشكور. شكرا جزيلا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا سيدة الرئيسة وزملائي الكرام الأساتذة الباحثين والطلبة الأعزاء. في واقع الأمر تجدني مضطرا إلى طي الكثير من الورقات التي أعددتها بين يدي هذا الموضوع، وذلك لسبب وجيه وطبيعي، وخاصة أننا انصتنا جميعا لمداخلات متنوعة في غاية الأهمية، وكل مداخلة لامست حقيقة جانبا من الجوانب التي يفترض أن تطرح للنقاش والمطارحة، ونحن بصدد البحث في موضوع هام جدا، وهو الموضوع الذي اقترحته هذه الكلية العاملة، والأمر يتعلق كما هو في سديد علمكم بعلوم التربية في المغرب الإشكالات والمناهج. قلت سأضطر لطي كثير من النقاط ما دامت الورقة التي سأعرض ملخصا موجزا عنها تتعلق بالتربية الفكرية. وصباحا استمعنا بإنصات لمداخلة الأستاذ عمر العياش، ويتحدث ويترافع في الواقع عن التربية الفكرية في المناهج التعليمية المغربية، ولهذا لن أتحدث كثيرا عن هذا الجانب جبرا للوقت وتفاديا لتكرار بعض الأشياء التي سبق ذكرها. طيب، أنا ما يهمني في الواقع، وأنا نصت منذ يعني صبيحة هذا اليوم لمداخلات مختلفة، أن الأمر يتعلق بالبحث في العلوم التربوية أو في علوم التربية وارتسامات الأساتذة المتدخلين وما طرح من أسئلة بصدد ذلك، أبان عن وجود إشكالات لا زالت حاضرة فيما يتعلق بالبحث في علوم التربية في مستواها النظري، ناهيك عن البعد التطبيقي والبعد العملي، وربما أن هذا ما ركزت عليه تحت مسمى أبعاد في تجديد وتنزيل النموذج البيداغوجي، وربما الحديث عن النموذج البيداغوجي لم يتفرغ إليه أحد الإخوة قبلي، ولكن كما قلت كملاحظة لابد من تسجيلها، السؤال الأكبر الذي يجب أن نعيد طرحه الآن وقد طرح في مداخلات سابقة هو ما الغاية من التربية؟ هذا السؤال في الحقيقة وإن كان عاما وفضفاضا إلا أن طرحه باستمرار وينبهنا إلى شيء مهم جدا، هو لماذا هذه المفارقة التي نعيش اليوم بين الحديث عن الإصلاح وهذا المسار الذي قطعه إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب منذ سنوات منذ العقود، والمداخلة التي كانت قبلي فيما يتعلق بخريطة الطريق يعني كفتنا الحديث عن هذا المسار إلى درجة، وأنا الكلام ليس لي والعهدة على قائليه، أننا فعلا بدنا اليوم نتحسس من كلمة الإصلاح
فعلا نتحسس من هذه الكلمة، وخاصة أن الواقع التربوي الذي نعيشه اليوم يشي بمشكلات بنيوية حقيقية. أنا أتحدث في الورقة عن التربية الفكرية، ولكن هيهات أن نتلمس أبعاد هذه التربية الفكرية وتطبيقاتها ووجودها في المناهج وممارساتها داخل الفصول الدراسية، ونحن في إطار مؤشرة أعطيت من طرف الأساتذة الباحثين الذين سبقوني لازلنا نعاني من مشكل في قراءة الجمل بطريقة سليمة وفي الحساب وإلى آخره. يعني هذه إشكالات يعني لابد أن أنبه إليها، لأن كما قلت هي في من صميم هذا الموضوع الذي نناقش. ختاما لهذا التقديم، سؤالين كما قلت لابد من استحضارهما على الدوام. أولا، ما الغاية من التربية؟ السؤال الثاني، كيف يمكن أن نحول، هذا هو الأهم، لأن الحلقة المفقودة عندنا دائما هو الميدان، هو التنزيل، هو التتبع، هو المواكبة، هو تقويم مسار وسيرورات المشاريع الإصلاحية المختلفة. السؤال الثاني هو كيف يمكن أن نحول المعرفة العلمية التي ننتجها على مستوى علوم التربية إلى أدوات معرفية ومنهجية تعمل على حل المشكلات والمعضلات التربوية التي نعيش في حقيقتها. هذا سؤال ثاني ومهم جدا. كنقطة ثانية يتعلق ببعض الرهانات، وأنا ألخص في الحقيقة ما ذكره بعض المتدخلين لكي أتفادى الاشتراك في الفكرة. أنا سميتها هنا رهانات، وربما المداخلات جلها تمحورت حول هذين المفهومين. أول المفهوم التكامل المعرفي، التحاقل التداخل بين تخصصات معرفية، تجديد النموذج المرتبط بحقل العلوم التربية من نموذج يعني وطعاني إلى نموذج تأويلي. حديث عن هذه الأشياء التي سبق ذكرها، قضية التكامل بين المعارف والعلوم في حق علوم التربية لا بد أن يوضع عليه الأسبوع بشكل دقيق، لأنني ما لاحظت أنا شخصيا وأنا أستمع للمداخلات مختلفة، وهو أن كل واحد منا يغرد في سير في واقع الأمر. لا نتحدث عن علوم التربية بصيغة جمع علوم وعلى أساس أنها مشتتة في الواقع، وإنما الحديث وعن علم التربية يضم هذه التخصصات في إطار تجذير وتكامل إلى آخره. المفهوم الآخر هو الوظيفية، وأنا هو مدخل لإشكالية طرحت في الموضوع. مفهوم الوظيفية هو يجيبنا بشكل أو بآخر عن سؤال ما الغاية من التربية، وكيف نقدم منهاجا ومادة معرفية للناشئة وللمتعلمين تكون ذات جودة وقادرة بالفعل على تأهيلهم. لأن سؤال الوظيفية ماشي لا فونكسيوناليتي، لو فونكسيوناليزم الوظيفية. لأن مشكلة هذا المفهوم فيما يتعلق بالسؤال هو ماذا نريد من هذه الأبناء وهذه الأجيال المختلفة التي تلج المدرسة المغربية. لماذا تحدث عن التربية الفكرية؟ لكي لا أطيل، لماذا تحدث عن التربية الفكرية؟ لأن مفهوم الوظيفية جرنا إلى معضلة حقيقية أخرى ربما وقعنا فيها عن وعي أو عن غير وعي، وهو أننا صرنا نتحدث عن نمط من التعليم وعن مناهج تربوية نريد بكل عبارة بكل صريح عبارة أن تخرج لنا ناس مهنيين، ناس تقنيين، ناس حرفيين، ناس مؤهلين لولوج سوق الشغل بهذه العبارة. طبعا هذا ليس مشكل، ميثاق الوطن للتربية والتكوين، الرؤية الاستراتيجية، قانون الإطار، كلها في أبواب متفرقة نصت على هذه القضية وليس فيها مشكل. ربط المدرسة بمحيطها وفعلا تأهيل مهارة جديدة إلى آخره إلى آخره. ولكن هذه الوظيفة هي بمعناها الإجرائي المحض في بعدها التقني غيبت بعدا آخر في مناهجنا، وهو هذه التربية الفكرية. أنا ما أريد أن أضيفه كتعقيب على مداخلة عمر بن عياش هو أن التربية الفكرية ليست قضية مدخل
مادة دراسية هي الفلسفة، يعني الاستدلال والحجاج وعقلية منطقية كيغيزون، يعني كيجستيفي إلى آخره. لا، نتحدث عنه كخبرة تعليمية كسيرورة داخل الفصول الدراسية في غضون يعني التعلم، وبوصفها يعني تعلم مدى الحياة. الإضافة من جانب آخر هو أن الحديث عن التربية الفكرية في المناهج كسيرورة أو خبرة تعليمية لن يقتصر في واقع الأمر على مادة واحدة كالفلسفة على سبيل المثال. لا، قد تكون مادة فعلا وتعنى بهذا الشأن بشكل دقيق، ولكن أكثر من هذا يجب أن نبث بذور هذه المهارات. بالمناسبة قد نخرج تقنيين وحرفيين على منوال الأطباء والمهندسين والحرفيين بشكل دقيق وينجحون في هذه المهام، ولكن المشكل الذي نطرح حين نتحدث عن كونية السياق وعن العالمية وعن هذه الأشياء، هل فعلا نكون أجيال اليوم لديهم مناعة فكرية، لديهم مستوى من التأهيل الثقافي والمعرفي والقدرة على مواجهة التحديات وحل المشكلات إلى آخره؟ هذه مشكلة. أنا سأشير الوقت هنا السيدة الرئيسة، ما عنديش مشكلة توقف عليها باش شحال ما حالا. الموضوع موضوع التربية الفكرية حقيقة هو ليس جديد، ولماذا نطرحه؟ نطرحه لأن الواقع يعكس أن ما نادى به قانون الإطار والنظرية التربوية المستجدة والبحث التربوي الذي يصب في هذا المجال، ولم نجد له في الواقع. ونحن أنا أتحدث من باب التخصص لأني أشتغل في الميدان وفي التأطير التربوي، ولكن لم نجد له صدى. مثلا حينما تحدث على سبيل المثال كينشيرو عن نمط المعرفة التي تدرس في المؤسسات العمومية الفرنسية، وهو يتحدث عن فترة معينة. أنا حينما تأملت النموذج الذي اقترحه وسماه النموذج فيديو، وطبعا هذه الكلمة هي تركيبة لحروف الاف الاي دي الاو الار او، وجدت صداها لا زال حاضرا في الممارسات التربوية وفي أنماط الاشتغال في المقاربات الديدكتيكية وفي طريقة التعامل مع المعرفة عموما. مثلا حينما تحدث عن الإف قال بأن مثلا المعرفة هي فورمال، هي يعني تقوم على منهجية ثابتة. الإي انتراكتيبل بمعنى أنها ترى العالم ستاتيكيا ثابتا كذلك، يعني رؤية معينة للوجود. ديكونتكستواليزي أو ديكونتكستواليزي لا تستريت ولا تعير السياق الأهمية التي ينبغي أن تعطى له. الإي يونيفرساليستيك ليست عالمية، مش يونيفرسال لا، وإنما تهدف إلى التعميم. والمقاربة لكي لا أعيد الكلام، حينما انتقلنا من نقد نظرية التلقين أو النموذج البيداغوجي القائم على التلقين إلى النموذج التفسيري ثم إلى النموذج القائم على الفهم، وقعنا في هذه الإشكالات المرتبطة بالتعميم، وليس الفهم، وليس تربية العقول، وليس رفع سقف المدارس. وفي دقيقة واحدة، طبعا قاحف ديال الأودي اللي هو one dimensional، أنها معرفة ذات بعد واحد على كل حال. وأنا أتحدث عن التربية الفكرية في هذا الموضوع، يمكن أن أقف كذلك على ما طرحه على سبيل المثال شخص آخر ليس هو كينشيرو، وإنما جون بيير تيغال حينما تحدث عن الاستلزام الفكري، ديكزيجونس انتلكتوال، استلزام الفكر. هذه في الحقيقة مقاربة غريبة عجيبة جدا، ولو طرحناها مثلا
في سياق التداول في الحقل التربوي اليوم، ستنعت بكل بساطة بأنها طوباوية ولا يمكن أن تتحقق. شكرا، أكتفي بهذا القدر وشكرا لكم. طيب، نشكر الأستاذ على هذا العرض الذي فتح فيه مجموعة من الأبواب والتساؤلات المتعلقة بتعقب الإشكاليات المطروحة في علوم التربية، وأبرز ما جاء في عرضه هو طرح مشكل تنزيل النموذج البيداغوجي وسؤال الغاية من التربية ومسألة الوظيفية والتأهيل، وكذلك وصف الواقع التربوي الزاخر بالمشكلات البنيوية الحقيقية وإمكان تحويل المعرفة العلمية إلى أدوات منهجية تعمل على حل المشكلات المطروحة في الواقع التربوي. نمر إلى آخر عرض في هذه الجلسة، هو عرض الأستاذ محمد الأخضر الذي سيقدم لنا موضوعاً حول إشكالات التربية على القيم في المنظومة التربوية وسبل تجاوزها، فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا سيدة الرئيسة. قدموا بين أيديكم ملخص بحثين موسوم بعنوان إشكالات التربية على القيم في المنظومة التربوية وسبل تجاوزها. هو موضوع طبعا هذا الموضوع موضوع القيم وفي غاية الأهمية، سبق أن عرضته في ندوتين مختلفتين ببعدين مختلفين، وهنا عرضه ببعدين ثالث. وفي هذا إشارة إلى أن موضوع القيم من المواضيع التي لا زالت تحتاج إلى بحث وتنقيب. ليس يخفى عليكم أن منظومة القيم مؤشر أساس لتحديد مستوى رقي الأمم وتأخرها، والمدرسة الحديثة هي المجال الفسيح الذي يتم فيها ترسيخ هذه القيم، حتى إن التربية على القيم الآن في المدرسة الحديثة تعد لبنة أساسية من لبنات نجاح المشاريع التنموية والرقي بها. وهذا ما صارت عليه المناهج التربوية بالمغرب، والتي اعتبرت التربية على القيم أحد المداخل الأساسية للإصلاح. غير أن هذا المجال لا يزال يعاني العديد من الإشكالات على مستوى تنزيل هذه القيم وتحقيق وظائفها على مستوى الفرد والمجتمع. ويأتي هذا البحث الذي بين أيدينا لإلقاء الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجه التربية على القيم في المدرسة العمومية، سواء على المستوى التنظيري من خلال تحليل أبعاد التربية على القيم في الوثائق المرجعية للمنظومة التربوية، أو على المستوى التنزيلي المتعلق بإشكالات التربية على القيم في الممارسة الديدكتيكية، ثم الخلوص في النهاية إلى بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد في تجاوز هذه الإشكالات وما يمكن أن يسهم في بلوغ الإصلاح التربوي القيمي المنشود. وهكذا فإن هذا البحث ينطلق من إشكال عام، كيف يمكن تجديد منظومة القيم التربوية بما يسهم في تجاوز إشكالاتها وتحقيق وظائفها التي تساعد في الرقي بالفرد والمجتمع. طبعا تفرع عن هذا الإشكال الأسئلة الفرعية. للإجابة عن هذا الإشكال كان لابد من الخوض في بعض المباحث. المبحث الأول في بيان مفهوم التربية على القيم ووظائفها ومجالياتها، المبحث الثاني في إشكاليات تنزيل القيم في المنظومة التربوية، ثم المبحث الثالث في المقاربات الإصلاحية للتربية على القيم في المنظومة التربوية. الآن عندما نتحدث عن التربية على القيم فنحن نقصد بالتحديد تنشئة المتعلمين على المبادئ والأخلاق التي تمكنهم من الاختيار الواعي والمسؤول لمواقفهم وسلوكاتهم الخارجية. هذه التربية على القيم لها مجموعة من الوظائف، وظائف التقويم والإصلاح، وظيفة غرس تحليل المسؤولية، وظائف وقائية، وظيفة الاندماج الاجتماعي، وظيفة تبرير المواقف والدفاع عنها، وغير ذلك من الوظائف. ولكن السؤال الذي نطرحه الآن، هل يمكن أن تحقق القيم التربوية وظائفها بشكل عشوائي دون تنظيم في إطار العملية التعليمية التعلمية؟ طبعا لا شك أن الأمر يحتاج إلى تخطيط محكم ينطلق من منظومة قيمية تتناغم مع خصوصيات المجتمع ومع ثقافته وبيئته، ووضع أهداف واضحة ومحددة، ثم أيضا وضع معايير قابلة للتقييم والقياس
أو قياس مستوى تطور القيم في مختلف المستويات والأسلاك التعليمي. إذا نحن نظرنا الآن في المنهاج المغربي، نستطيع أن نرصد فلسفة النظام التربوي المغربي في اهتمام بالقيم. هذا النظام الذي عرف العديد من الإصلاحات، أبرزها طبعا الميثاق الوطني 1999، الكتاب الأبيض 2002، المخطط الاستراتيجي 2012، ثم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. اختصارا أقول، ما جاء في هذه الوثائق كلها التي رمت الإصلاح لا يخرج عن الطابع الفلسفي العام الذي تغيب عنه الأبعاد التفصيلية المتعلقة بكيفية تنزيل القيم في البرامج والمقررات بما يساعد على استدماجها في الممارسة الديداكتيكية بطرق فعال. ذلك يمكن أن ننطلق في إشكالات تنزيل القيم في المنظومة التربوية من هذا الإشكال الأول، إشكالات متعلقة بالمناهج والمقررات التعليمية. لذلك هذا الإشكال الذي نجده في المناهج والذي يتسم بطابع الطابع الفلسفي والطابع العام نتج عنه أربع إشكالات تبعية، منها عدم وضوح منظومة القيم المدرسية، منها تضارب المرجعيات التي تؤسس لمنظومة القيم، منها ضعف انسجام المادة المعرفية مع مقاربات تربية على القيم، منها أيضا غياب التجسير الذي ذكره الأستاذ، غياب التجسير بين المواد الدراسية في مجال التربية على القيم. النوع الثاني من الإشكالات، إشكالات متعلقة بالممارسة الديداكتيكية، وهنا أقصد تحديدا عدم التناغم بين طرق التدريس والتربية على القيم، خاصة أن مجال التربية على القيم يحتاج إلى تجديد على مستوى طرق التدريس. يعني الآن صرنا نتحدث عن التدريس بالوضعيات، وقد أثبت هذا النوع من التدريس يعني جدارته وفعاليته. ثم أيضا نتحدث هنا في هذا النوع من الإشكالات عن ضعف تكوين فاعلين تربويين في مجال التربية على القيم. طبعا أحيل هنا على تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي صدر سنة 2017 حول القيم، الذي أشار إلى هذا الإشكال. النوع الثالث من أنواع الإشكالات في تنزيل القيم، إشكالات متعلقة بالمؤسسات التعليمية، وهنا نجد مجموعة من الإشكالات مثل محدودية قدرة المدرسة المغربية على تنمية الشراكات بخصوص تربية القيم، غياب الأنشطة التطبيقية التي تسهم في التدريب على القيم وتقويمها، رداءة مرافق الصحية في مجموعة من المؤسسات، قلة العناية بصحة المتعلمين إلى غير ذلك. النوع الرابع من الإشكالات، إشكالات متعلقة بشركاء التربية على القيم. طبعا عندما نجعل المدرسة هي الزاوية الوحيدة التي ننتظر منها ترسيخ القيم، فهذا طبعا إجحاف كبير، ولا شك أن هذا في نهاية يؤول إلى الفشل. فغياب المؤسسات المجتمعية المؤثرة في التربية على القيم وضعف قيامها بأدوارها في هذا الخصوص يعني يسهم في صناعة الفشل، الفشل في بلوغ رهان الجودة التي نتحدث عنها. أذكر هنا مؤسسة الأسرة، وسائل الإعلام، المساجد، الجمعيات، النوادي، المكتبات إلى غير ذلك. طيب الآن أمام هذه الإشكالات، ما هي المقاربات الإصلاحية التي يمكن أن نسهم من خلالها في ترسيخ التربية على القيم بشكل فعال؟ أول مداخل الإصلاح هو تأسيس منظومة للقيم التربوية. فتأسيس هذه المنظومة التي تنطلق كما ذكرت قبل من واقع المجتمع وخصوصياته وبيئته ودينه هي المدخل الأول لبلوغ هذا الإصلاح المنشود. وهنا نجد أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره الذي أسلفت ذكره أشار إلى أربع مجالات يمكن الانطلاق منها في التربية على القيم: قيم الانتماء الديني والوطني، قيم المواطنة المحلية، قيم المحافظة على البيئة وتنميتها المستدامة، وقيم البيئة المدرسية. لكن عندما نتأمل في هذه المجالات نلاحظ فيها مجموعة من النقائص، وكأن هذا التقرير يعني أهمل مثلا التربية على القيم الصحية، التربية على القيم الإعلامية والتكنولوجية التي أشار إليها
المتدخلون السابقون وغيرها من 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 مجالات يعني اخرى في في التربيه على القيم. ثم ايضا يمكن ان نلاحظ تكرار او تداخل بين هذا النوع الثالث، قيم المحافظه على البيئه والتنميه المستدامه وقيم البيئه المدرسيه. وهنا اقترح الانطلاق من مجالات سته في التربيه على القيم: التربيه الاخلاقيه، التربيه الاجتماعيه، التربيه على قيم الانتماء الوطني، والتربيه الصحيه، التربيه البيئيه، والتربيه الاعلاميه والتكنولوجيا. المطلب الثاني الذي لا بد منه في مقاربه الاصلاح هو المقاربه الديداكتيكيه الملائمه للطبيعه على القيم. طبعا لا يمكن النجاح باي مقاربه اصلاحيه لا يشمل ذلك الوعي باهميه المدرس وادواره الفعاله. هنا اشير الى اهميه الاهتمام بجوده التكوين الاساس المستمر يعني الذي يهتم خاصه بتكوين المدرسين في مجال التربيه على القيم. فاذا سالنا مثلا كل المدرسين الذين تخرجوا من المراكز الجهويه هل تلقيتم تكوينا في ديداكتيك القيم؟ لا يعرفون له بدايه ولا نهايه. فاذا يرتبط نجاح المدرسه الحديثه في مقاربة التربية على القيم بجودة تكوين المدرس وبجودة عدته الديداكتيكية تخطيطا وتنفيذا وتقويما ودعما. ختاما أعرض عليكم بعض النتائج التي توصل إلى هذا البحث. أولا، نجاح مدرسة المستقبل في الرقي بقيم الفرد والمجتمع رهين بتأسيس منظومة قيم تربوية. ثانيا، مستجدات الواقع ومتغيراته تقتضي ضرورة الاهتمام بمختلف مجالات القيم في المنظومة التربوية مثل التربية على القيم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية والصحية والبيئية والإلكترونية وغيرها. ثالثا، يظل نجاح أي مقاربة إصلاحية في المنظومة التربوية رهينا بضرورة الوعي بأهمية المدرس وأدواره الفعالة في تنزيل مقتضيات المنهاج وفلسفته التربوية، ومن ثم يأتي تكوين الفاعلين التربويين في مجال التربية على القيم كمدخلين مداخل إصلاح المنشور. رابعا واخيرا، ان ربط مسؤوليه تطوير التعليم والرفع من جودته بالمدرسه وحدها دون استنهاض مختلف الموارد والمؤسسات والفاعلين رهين باستمرار فشل رهان الجوده والرقي بالفرد والمجتمع. ومن هنا اضحى تضافر الجهود بين جميع العناصر ضروره ملحه بين مختلف الفاعلين في الشان التربوي ومؤسسات المجتمع المدني. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على هذا العرض القيم، وشكرا كذلك على حسن الوقت. شكرا نمسي. لقد جعلنا هذا العرض الأخير للبحث زور 4 دقائق، فشكرا لكم على هذا الكرم. طبعا هذا العرض طرح سؤالا جوهريا حول كيفية تنزيل القيم وتحقيق وظائفها في المناهج التعليمية، بمعنى المرور من الدروس والمعارف إلى السلوكات. واقترح هذا العرض مجموعة من المجالات التربوية التي يمكن برمجتها في المناهج التعليمية، وكذلك عددا من الحلول أبرزها انفتاح المدرسة على المؤسسات المجتمعية والقيام بورشات، ويعني انفتاح التلميذ على مجالات متعددة ليمارس فيها هذه القيم. طبعا نعلم أن وقت الندوة قد استهلك بالكامل واستهلكنا منه ساعات إضافية، وبالتالي فبالنسبة للأسئلة سنعطي مجالا لسؤالين او 3 اسئلة باختصار شديد، وكذلك الاجوبة ستكون باختصار شديد. شي واحد يعطي الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لجميع المتدخلين على هذه العروض القيمة. عندي تفاعل مع
الأستاذ عمر بخصوص فكرة جاءت في مداخلتي، وكذلك تطرق لها الأستاذ في الجلسة السابقة الذي تحدث عن خريطة الطريق 2022-2026، وهي نوع من الحساسية نحو مصطلح الإصلاح، أو أن هذا أننا نصلح لنصل بعد ذلك إلى الإصلاح الموصل إلى الفشل. أظن أن هناك نوع من القسوة تجاه ما حققته الإصلاحات التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال، لأنه صحيح أن الكل غير راضي على جودة الخدمات المنظومة الطبية والتكوين، ولكن عندما ننظر بعض المؤشرات التي حققها المغرب بعد من الاستقلال إلى الآن، نلاحظ حجم ما تحقق لبغيزة كيكون رياليزي دي غوصة بغيون. لخدنا مؤشر ماس، يعني عدد متوسط سنوات الدراسة، راه انتقل من أقل من سنتين في 67 حالياً 2013 في الرابور ديال المجلس على الطبيعة والتكوين، راه حنا في 5 سنين ونص كل مواطن، يعني لا مويان أنه قرأ 5 سنين ونص في المدرسة. يعني باش تحقق هذا راه ليس سهلاً. المؤشر جيني ديال الفوارق، واحد المجموعة ديال لا ماسيف لا جينيراليزاسيون ديال لاكسي ليديكاسيون، بطبيعة الحال هنا البروبليم ديال لاكاليتي، ولكن راه دابا الابتدائي وصلنا تقريبا 100%. إذا هذه النتيجة راه إذا قارناها بدول في الجنوب، فالمغرب حقق خطوات كبيرة جدا. التعليم الأولي الآن فتتحقق فيه يعني تقدم ملموس، ولكن هناك خلل أو هناك يعني نقص على مستوى الجودة. لكن هنا أنا أتساءل، أليست هذه الإصلاحات التي عرفها المغرب، مثلا ناخذين الألفية الثالثة، يعني لاشارت أخي البرنامج الاستعجالي لا فيجن استراتيجي في الدهود، باسكو ني با دون اون ميثود دو كايزن داميليوراسيون كونتيني، اون اجي سور لا ماسيفيكاسيون لا جينيراليزاسيون اي ابخي اون فا باسي لا كاليتي. دونك ليس هناك هذه الحساسية نحو الإصلاح. بطبيعة الحال الإصلاح كيحقق نتائج، كيوصلنا لواحد الأشياء دي ريزولتات بوزيتيف دي ريزولتات نيجاتيف، إل فو با سو فوكاليزي سولمون سور سو كي نيجاتيف، أوسي فالوريزي لي زاكي فالوريزي لي زيفور. هاد النقطة. نقطة أخرى بخصوص التربية على القيم والتقرير ديال المجلس الأعلى للتربية والتكوين اللي ظهرنا، دوك لي زانسيبيليتي اللي عندنا في المدارس ديالنا، وراه وضع النقطة يعني الأصبع على الإشكال، أنه خصها تكون التربية على القيم في المقررات والمناهج، تكون في الممارسة داخل المؤسسات، العود بين التلميذ والتلميذ، التلميذ والأستاذ، التلميذ نحو الأستاذ، بين الإداري والتلميذ، هذا لا نجيه في منظومات أخرى. وبالتالي المشكل أعقد وأعمق، أننا نشوفه غير من المناهج، يعني يجب أن ننظر إلى الممارسة، هذه الممارسة خصها تكون فيها التربية على القيم والمقاربة الحقوقية فعلا ذاك الطفل. خص تكون الممارسة ديال الأستاذ لي بخاتيك دونسينيمون ريسبيكت لابخوش طغوا. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على المداخلات القيمة والماتعة أيضا. سؤالي هو في محور القيم. نحن الآن نعلم أن الرهان هو أن يكون المتعلم متشبث بقيم الهوية المحلية والوطنية، وكذلك منفتح على القيم الكونية. لكن الآن على مستوى القيم الكونية نشهد تحول، وأقدم مثال في هذه المسألة، مثلا مسألة الشذوذ الجنسي على المستوى الكوني هي أصبحت مقبولة إلى حد ما. فالسؤال هو كيف نواجه هذه المسألة، يعني كيف نواجه هذا التحول القيمي، ما حدود الانفتاح على الآخر في مسألة القيم، وكيف نواجه ونقتن المتعلم حصانة يعني تجعله ثابت على ما هو وطني وغير يعني منفلت من هويته إلى هوية الآخر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع. سؤالي موجه للأستاذ زهراني. زهراني. نعم. شكرا على بحثك وعلى مداخلتك. سؤال الذي يطرح، يعني بقدر ما نحتاج
إلى هذه البحوث في علوم التربية التي يمكن أن نعتبرها تبحث عن حلول أو توجه الانتباه لمشكل مطروح. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو ما نتائج هذه البحوث على مستوى الواقع الملموس؟ وهل هناك إحصائيات أو تجارب تعكس التغيير الذي حققته هذه النتائج على مستوى التطبيق؟ لا سيما أن هذا بحث فريق عمل ليس بحث فرد. شكرا. السلام عليكم. غير ربما غادي نطلق انا واحد الكونستا دابا كاين حاليا هو النموذج الامامي الجديد. كاين واحد التخريع كنصدروا للمجلس عفوا هو ان في هذا التقرير اللي مشينا من الصفحه 96 حتى الصفحه 105 كنلقاو تقريبا كيتحدث فيها النموذج الامامي في المدرسه، لان هو الموضوع ديال الحديث يعني كنتكلم على المدرسه غير ملي كنمشيو للمدرسه بشكل خاص. طبعا خرج ثلاثه ديال الازمات، بالنسبة للأزمة الثلاثية، أول حاجة ضعف التعلمات، هذا ربما كيبان من الإحصائيات ديال الدولية والوطنية، تقريبا 30% من التعلمات اللي كدوز من الإبتدائي للإعدادي، من الإعدادي للثانوي التأهيلي 10% اللي كدوز، كاين إنكريز ديال لابونتيزاج، هذا حيل وحيد، كيفاش غادي نصلحوها، كيفاش غادي نشتغلوا عليه، شنو هو البحوث الموجهة، شنو هو الآليات الأساليب، هذا مشكل، المشكل الثاني اللي طرح الأزمة الثانية، ربما نذكر بها الإخوان. هو الأزمة ديال عدم الثقة في المدرسة، ما بقى حد كيثق في المدرسة دابا حاليا، يعني مجموعة من الآباء باش يسيرتو لدور المدرسة ولات كتبان المدرسة واحد الفضاء ديال عكس المداخل ديال المنهج التربوي اللي هو مدخل القيم كما قال الأستاذ، مدخل التربية الاختيار، مدخل الكفاية، هذا المداخل الكبيرة ديال المنظومة. دابا الآباء ما الثقة في المدرسة ما بقاش، كيفاش يمكن نرجعو الثقة الاباء باش يرجعوا لنا ويقولوا عاد حنا نفكروا في البيداغوجيات والكفايات تدريس هذا الشيء راني بعدا غير نقول بعدا يجي عندنا وبا يثق فينا ويمكن داك الساعه نلقاو له الحل. النقطه الثالثه كما كتعرفوا ولا في المؤسسات وهذا ربما كنلمسوا حنا ما بقاتش فضاء للارتقاء الاجتماعي، ما بقاتش كتصيفط ولدك يقرا البكالوريا الاجازه الى غير ذلك مشكل. اذا هذه الازمه الثلاثيه في الحقيقه خلق مشكل دابا للباحث، انا كيبان لي حتى الا كاين شي بحوث غتوجه في هذا السياق هذا. دابا هذه الازمات الثلاثيه مرصوده بتقرير رسمي صادر على المجلس اللي اشتغل على النموذج التنموي الجديد، انا كيبان لي الا كان شي بحوث نطلق بهذه النقطه هذه ونستمر، لان حيت رجعنا للور راه غنضيعوا الوقت. ملي كنتكلموا الاستاذ على التربيه القيم راه القيم مش كنقصدوا القيم، كاين الهويه الحضاريه، كاين حقوق الانسان، كاين المواطنه، كاين واحد المجموعه من راه القيم ماشي هما باركو كنحصرهم غير في التسامح و لا، راه حتى التربيه على حقوق الانسان كتدخل في المجال ديال اين نحن؟ اين نحن؟ من التربيه على حقوق الانسان في المدرسه اين نحن؟ ونعطيك بعض الممارسات الى سمحتي استاذ، الى طولت واحد الدقيقه الى سمحتي يمكن الله يجزيك بخير. نرجعوا غير النظام الاساسي اللي كيخدموا به داخل المؤسسات ديال التعليم، نجيو شي ثانويه تكيين، كاين النظام الاساسي كينزل منين الله اعلم، هذاك المتمرس كياخذو كيوقع عليه التيسه وكيشتغل عليه، وما يسمى القانون الداخلي وكيسمح عليه النظام الاساسي للمؤسسه التعليم العمومي. واش شكنا هذاك المتعلم في البيان ديالو؟ واش ناقشناه؟ واش خدينا بريو؟ لاحظتوا كاين الى غير ذلك من النماذج اللي مازال المدرسه بصراحه انا بالنسبه للاخوان الباحثين مزيان ينطلقوا من الازمه الثلاثيه ونستمروا لقدام ما نرجعوش للازمه التشخيص. وشكرا لك استاذ. شكرا لمداخلتكم القيمه. اذا سنعطي تقريبا دقيقه لكل من يريد ان يجيب، اذا من وجه اليه السؤال اولا. تفضل. شكرا لتفاعلكم. في حقيقه الامر مسألة سؤال الأثر للبحوث التربوية هو في غاية الأهمية، بل هو ربما ترمومتر باش نقيسوا الجودة ديال البحث، وغنقيسوا أيضا جودة الفرق البحثية والاشتغال ديالنا جميعا كفرق وكجامعات وكمؤسسات تعنى بمسألة البحث التربوي. ينبغي فعلا أن ننتقل من فكرة أن البحث هو مجرد وسيلة للحصول على الشهادة، ولكن ينبغي أن نربطه في حقيقة الأمر بأزمة المجتمع
أن يكون فعلا يعيش هذه الثلاث أفكار التي أشار إليها الأستاذ فاضلا فاضل مشكورا، مسألة أن تكون البحوث التربوية تنطلق من أزمات حقيقية من أجل أن تبحث لها عن حلول حقيقية، وأيضا عن الفاعل السياسي أو الفاعل الحكومي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأبحاث. لذلك هو في حقيقة أمر البحوث التربوية بصفة عامة تحتاج إلى رؤية ناضمة من الوزارة الشركاء ديالها كاملين، بحيث أن هذوك البحوث اللي كيتناقشوا كل سنة أولا يتخذ فيهم بعين الاعتبار الأزمات التي يعيشها المجتمع، بمعنى من مسألة اختيار الموضوع بداية خاص المؤطر يكون متشبع بفكرة أن البحث خاصو يخدم لعاج مشكلة اجتماعية أو إنسانية أو حقيقية، بعد المعالجة والمناقشة والتأطير إلى غير ذلك إلى مناقشة البحث وخاصة بحوث الماستر والدكتوراه، إلى مشاركة هذا البحث ووضعه في منصة ليتشاركه الجميع ويصبح ملكا للجميع وليس ملكا للكلية، يعني تخزنه في رفوف المكتبات ويضعون قيودا حتى أن تطلع على نسخة البحث، بل ينبغي فعلا أن يصبح مشتركا في مشاعر إبداعية عام، ثم على المنصة أن تكون فيها ربط الوصل بين الباحثين وبين المؤسسات وبين صانع القرار، من أجل أن تشكل البحوث التربوية فعلا مساعدة لصانع القرار على اتخاذ القرارات السليمة التي تخدم بلادنا. وشكرا. شكرا جزيلا على التفاعل. بالنسبة للجواب على مداخلة الأستاذ الفاضل، في الحقيقة قضيه التحسس من مفاهيم معينة بصفة عامة، أنا لم أقصد تحديدا قضية الإسلام، ولكن مفاهيم كثيرة جدا، حتى الموضوع نفسه الذي طرحته هو تجديد النموذج البيداغوجي. يعني لو رجعنا إلى الأطر المرجعية والتنظيمية التي تحدثت عن النموذج البيداغوجي في حديدته كمفهوم هو فضفاض ويشمل كل شيء، يعني حينما تبحث عن معنى النموذج البيداغوجي في الإطار قانون الإطار أو فوائد الاستراتيجية ويتحدث عن المقاربات ويتحدث عن القاعدة الزمنية عن كل شيء، أين هو النموذج؟ على كل حال لكي أجيب، لا أحد ينكر الجهود التي بذلت بصراحة، ولكن يعني ما دمنا نحن نعترف بأن منظومتنا فيها خلل كبير وفيها مشكلات، والوزير مؤخرا صرح بهذا القول، لم يتحدث عن جودة التعلمات ولكن قال حتى في التعلمات الأساس، لأن بالنسبة لي أنا شخصيا هو العبرة بالغالبية، العبرة بالعموم، عموم رواد المدرسة المغربية، فعلا هناك نبغاء، والمدرسة المغربية العمومية تخرج ناس يبلغوا شأوا كبيرا في مسارهم، هذا لا أشكال في ذلك، ولكن كواقع المنظومة هناك أشكال. أنا بصراحة بالنسبة لي أحيانا أو في مرحلة معينة كنا ننتظر أن تجود علينا المنظمة الدولية كصندوق النقد الدولي أو مجموعة البنك الدولي بتقارير، وهي لا زالت تصدر مؤخرا في 2018 وربما في 2020 كانت تقارير ديال البنك الدولي، قال في المنطقة العربية مينا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل شيء تغير، تحولات كبيرة، لكن التعليم لم يبرح مكانه للأسف، هذا خاصة في تقييم التجربة التونسية اللي كيشوفوها هما نموذج ومولوها لسنوات طويلة. على كل حال الجهودات تبذل حتى ماديا والأرقام راه معروفة الحاجة اللي ذكرها، ولكن المهم في الموضوع بالنسبة لي أنا شخصيا هو أن هذه الحلقة التي بدأنا بها من البحث العلمي وإنتاج المعرفة العلمية في ميدان العلوم التربوية والتجسير، هذا على مستوى المتدخلين، والحديث السابق عن عن لي شيرشور لي زيكسبير وحتى الناس الذين يشتغلوا في المدن في التنزيل الحديث بشجون. وشكرا جزيلا واعتذر عن الاطاله. طيب نشكر الجميع على صبرهم وحضورهم في هذه الجلسه الاخيره التي نختتم بها فعاليه هذا اليوم، ونقول للجميع موعدا غدا صباحا ان شاء الله مع فعاليه اليوم الثاني من هذه الندوه الدوليه، ونلتقي على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.